مرحبا، هاي المحاضرة الثالثة من محاضرات الميكروبيولوجي، أو هذا أول سلايد. تمام، بحكي لي سيل ستراكشر، بعدين بدنا نحكي عن السيل ستراكشر تاعت الميكرو. بحكي لي two structural types of cells are recognized، في عندي الأولى البروكاريوت and the eukaryote. Prokaryotic cell have a similar internal structure than eukaryotic cell, lacking membrane enclosed organelles. شو معنى؟ إنه عندي، يعني هذا حيكون اللي عارفينه، عندي نوعين من الخلايا، واحدة بروكاريوت والتانية إيكاريوت. تمام؟ البروكاريوت بحكي لي هي أبسط بتركيبها الداخلي من الإيكاريوت، وكمان في عندها شغلة برضو كلنا عارفين، إنه ما عندها ميمبرين انكلوزد اورجانيز، ما عندها الميمبرين اللي بيحوط الاورجانيز والنيوكليار ميمبرين. تمام. بحكي لي انه هذا من الدكتور، بحكي انه البكتيريا كان جرو اوتسايد اور بودي، يعني انه البكتيريا بتقدر تعيش خارج الخليه، هي اندبندنت، يعني خارج خليه الانسان او خارج الهوست سيل. تمام، يعني هي اندبندنت، يعني هي ما بتعتمد علي في الحصول على غذائها او في الريبليكيشن. يعني هي اذا كانت برا الهوست سيل عادي بتقدر تكمل حياتها وتعمل ريبليكيشن وتسوي مستعمرات، على عكس الفيروس. الفيروس هو خارج الهوست سيل ما بيقدر يعيش، يعني الفيروس هو خارج الهوست سيل هو مش خطير، لانه هو بيعتمد علي في غذائه، بيعتمد علي في الريبليكيشن، بيعتمد علي في الميتابوليزم اللي بده يعملها. تمام. بحكي لي انه الفيروس need host cell to equip the machinery، يعني بحكي لي انه الفيروس بده host cell حتى يحتلها ويروح على الماشينري. الماشينري هي المراكز المهمة في الخلية. مثل شو؟ يعني ايش اهم اشي بالخلية؟ النيوكلياس، الريبوزوم، الكروماتين. تمام، فهو بيروح على هاي الاماكن عشان يحفزها انه تصنع له بروتينه. يعني هو ما بيصنع البروتين تاعه، الخلية الهوستل هي اللي بتصنع له بروتينه. فهو يعني هو خارج، يعني هو خارج الخلية ما بيقدر يعمل هذا الاشي، فعشان هيك هو خارج الخلية ما بيقدر يعيش. اما انه هو عشان يعيش ويكون مستعمرات له من الفيروس لازم يكون داخل الهوستل. هنا عندي الخلية البروكاريوت وهنا عندي الخلية الايكاريوت. البروكاريوت هيها يعني حكينا انه هي بتكون سيمبلر ذان ايوكاريوتك سيل. هون نيجي نشوف الكروماتين، هو عبارة عن واحد بيكون هم كلهم سيركولار. هنا الكروموسوم، لا هو هيو الكروموسوم هو ملتي كروموسوم، يعني اكثر من كروموسوم. احنا بنعرف انه مثلا لو ناخذ من الايكاريوت سيل ناخذ الهيومن سيل فيها 46 كروموسوم، لو ناخذ مثلا حيوان ثاني في اكثر من كروموسوم واحد. فالبروكاريوتك سيل كروموسوم واحد، الايكاريوتك سيل اكثر من كروموسوم. عندنا هون الرايبوزوم، الرايبوسوم هو الميكروب كان دو ذير جوب اور برودوس بروتين، يعني يعني الرايبوسوم هو القادر على انه يعمل البروتين تاعت البروكاريوت سيل. تمام، هلا نيجي على السيتوبلازميك ميمبرين. السيتوبلازميك ميمبرين اعطيتكم فكره عنه بالمحاضره الثانيه. بحكي لي ذا سيتوبلازميك ميمبرين از ا هايلي سيلكتيف بيرمابيليتي بارير كونستراكت of lipids and proteins that forms a bilayer with hydrophilic exteriors and a hydrophobic interior. بحكي لي انه السيتوبلازم ميمبرين هو highly selective permeability barrier، هو حاجز. تمام، وبيكون كتير selective لمرور المواد، يعني ما بيمر اي مواد. طيب شو اللي معطي هذا السيل ميمبرين هاي الخاصية؟ انه هو بتكون من lipid bilayer. طيب كيف هاي الليبيد بالير؟ اول شيء هاي الليبيد لاير، تمام، وهاي الليبيد لاير، فشو بتصير هاي الليبيد بالير لانه هاي تنتين. تمام. بحكي لي انه الاكستيريور هي هايدروفيليك. ليش الاكستيريور هايدروفيليك؟ طيب خلينا نتخيل انه هاي الخليه. تمام، جوا الخليه ايش بيكون عندي؟ سيتوبلازم. طيب السيتوبلازم عباره عن شو؟ عباره عن مي. اوكي. طيب برا الخليه ايش عندي؟ عندي الاكسترا سيلولار فلويد. طيب الاكسترا سيلولار فلويد هي عباره عن شو؟ عباره عن سوائل، يعني عباره عن مي. طيب هاي هيدروفيليك، يعني بتحب المي، يعني عندها قابليه للمي، يعني ما بترفض المي. تمام
فعندي هون اللي فلويد مع هذا الهيد، فعادي يعني ما عندهم مشكله ببعض، لانه هذا بحب المي وهي اصلا مي. تمام، نيجي على هاي نفس المبدا، سيتوبلازم هو عباره عن فلويد وهي يعني بتحب المي، هاي الهيدز بتحب المي، فما عندهم مشكله ببعض. طيب شو بالنص؟ اللي بالنص هايدروفوبيك انتيريور، اللي بالنص هي هايدروفوبيك. ايش هاي الهايدروفوبيك؟ هي عباره عن التيلز تاعت الليبيد، هذا اصلا عباره عن ليبيد، هون الهيد وهون التيل، هاي التيل تاعت الليبيد. تمام. طيب وهاي برضو التيل تاعت الليبيد. هدول ما بيحبوا المي، احنا حكينا شو مالهم هدول، هدول هايدروفوبيك، ما بيحبوا المي ابدا، ما بيسمحوا للمي انها تمرق. فهون مثلا لو اجت اشي بحب المي بده يمرق، لحد هون ماشي بيستقبله، من لما يوصل لهون ما بيستقبله، بطرده لبرا. فعشان هيك هو سيلكتيف. اذا مره تانية حكينا عندي الهيدز بتكون هايدروفيليك، وهنا هايدروفيليك، وهنا هايدروفوبيك. ليش هايدروفوبيك؟ لانه هنا اللي بد هاي دقيقه شوي، هاي اللي كنت احكي انه هاي هي الفاتي اسيد شين وهاي الفوسفات، كنت ناسي اسمها، هاي الفاتي اسيد شين وهاي يعني هاي الطويله هيك، هاي الفاتي اسيد شين وهاي اللي بتكون الفوسفات، عشان هيك بتقبل المي. تمام. اتوقع انه ما في شيء هاي. تمام، بتكون هذا السل ميمبرين من فوسفوليبيد بايلير، وبتكون من امبيدد بروتين. تمام، ايش فائدة هاي الامبيدد بروتين؟ بحكي لي هي ميك تانلز الاو نيوتريانت تو موف اوتسايد اند انسايد. مش احنا بدنا نمرق النيوتريانت والاشياء للبكتيريا عشان نضلها مستمره في العيش. تمام، طيب عن طريق شو بتدخل الاشياء الكبيره؟ هسه الاشياء الصغيره من السيل ميمبرين. طب الاشياء الكبيره من وين بتمرق؟ بتمرق من هاي البروتينات. تمام، هاي البروتينات بتعمل زي تنل، بتعمل زي انفاق وقنوات عشان تمرق هاي النيوتريانت. بحكي لي ايش الفانكشن تاعت السيتوبلازميك ميمبرين؟ بحكي لي از تو اكت از ا بيرمابيليتي بارير، حكيناها قبل شوي، بريفنتنج ليكج اوف سيتوبلازميك ميتابولايتس انتو ذا انفايرمنت. طيب مثلا البكتيريا او الميكروب راح صنع بروتين له. تمام، وما في عندي سيل ميمبرين، هذا البروتين تاعه راح يطلع برا البكتيريا يعني برا الميكروب. طب اذا طلع برا الميكروب معناته خلاص الميكروب خرب، لانه احنا خربنا اهم شيء في الخليه اللي هو البروتين. بحكي لي several ways for molecules to move through the brain. تمام، شو الطرق اللي بتنتقل فيها هاي المواد من خارج الميكروب لداخله، او من داخل الميكروب لخارجه؟ اذا بتذكروا كنا ماخدين بالفيسيو انه شو طرق حركة المواد، كان عندي بتنقسم لأكتيف ولباسيف، والباسيف لما بنحكيها معناته مباشرة، بتذكر انه بدون ما نحتاج لطاقة، اما الأكتيف لما بنحكيها معناته انه احنا محتاجين لطاقة. وكانت الباسيف تنقسم لثلاث، السيمبل ديفيوجن والاوزموسيس والفاسيليتيتد ديفيوجن. طيب نيجي عليهم نحكي الثلاثه بدون ما يحتاجوا لطاقه، يعني without energy. تمام. نيجي اول وحده السيمبل ديفيوجن، من اسمها سيمبل معناتها بسيطه كتير. تمام، اول شيء انها مش محتاجه لطاقه، ثاني شيء مش محتاجه لكارير لانها بسيطه كتير، بتمرق من خلال السيل ميمبرين. تمام، بتمرق ايش؟ بتمرق الاشياء الصغيره كتير، السمول مولكيولز، اي اس سيمبل سمول. تمام، اذا مره ثانيه عندي الانتقال اما بيكون باسيف او اكتيف، لما نحكي باسيف مباشره بنتذكر without energy. طيب هاي الباسيف تنقسم لثلاث، لسيمبل ديفيوجن والاوزموسيس والفاسيليتيتد ديفيوجن. السيمبل ديفيوجن يعني نرجع انه هي شو اصلها باسيف، معناته بدون ما تحتاج لطاقه. ثاني شيء هي بتمرق المواد الصغيره كتير مثل الايونات. نيجي على الاوزموسيس برضه بدون ما تحتاج لطاقه. طيب انها بدون ما تحتاج لطاقه ايش بتنقل؟ بتنقل الاشياء اللي فلويد، يعني بتنقل المي. تمام، نيجي على الفاسيليتيتد، الفاسيليتيتد برضه بدون ما تحتاج لطاقه ولكن بتحتاج لكارير. اذا مره ثانيه ما بتحتاج لطاقه بس بتحتاج لكارير. واخر شيء عندي الاكتيف، بحتاج لطاقه وبحتاج لكارير. تمام. فهون قاعد عم بحكي لي عن السيمبل ديفيوجن، بحكي لي doesn't require expenditure of energy. احنا حكينا انه هو باسيف معناته مش رح يحتاج لطاقه. process by which some molecules move freely into and out of the cell. بحكي لي يعني من كتر ما هو يعني بنقل المواد الصغيره بنقولها زي كانه ما في عندي سيل، يعني نتخيل يعني كانه هاي الايونات قاعده عم بتروح وعم تيجي وما في شيء عم يمنعها، كانه ما في عندي سيل ميمبرين.
ايش بتنقل الشغلات اللي اسمها المولكيول such as الكربون دايوكسيد والاكسجين. اصلا احنا بنعرف انه الكربون دايوكسيد والاكسجين قابليتهم للنفاذ كتير عالية. ليش؟ لانهم هم small molecules بنتقلوا عن طريق السمبل ديفيوجن. نيجي على هذا السلايد بيحكي لي ترانسبورت بروتينز. بدنا ننقل بروتينز. لما حكينا بروتينز خطر على بالي انه شو، انه هو كبير ماكرو مولكيولز، اما السمبل بتنقل مايكرو مولكيولز، من هذا البروتين ماكرو مولكيولز. اور ترانسبورتر بيحكي لي ترانسبورت بروتين، يعني هو الترانسبورتر اللي هو الناقل، تمام. ريسبونسبل فور يعني ايش، يعني ايش بشمل؟ بشمل الفاسيليتيتد ديفيوجن والاكتيف ترانسبورت. حكينا انه الفاسيليتيتد ديفيوجن والاكتيف ترانسبورت التنتين بيحتاجوا لكارير. مثلا هي هون انا بدي افوت ماده من برا لجوه، تمام تمام. وراح استخدم شو؟ راح استخدم الاكتيف ترانسبورت او الفاسيليتيتد ديفيوجن. ليش؟ لانها كبيره، هي طلعوا هاي الماده كبيره، تمام. فبتيجي بترتبط بشو؟ بكارير. هذا الكارير بفوتها لجوا. نيجي هون بدنا نطلع شيء لبرا، تمام. بيجي برضه الجلوكوز، الجلوكوز يعني ماكرو مولكيولز بتيجي بترتبط بالكارير وعشان تطلع لبرا. اذا الاكتيف والفاسيليتيتد الاثنين بدهم كارير، ولكن هذا بيحتاج لطاقه وهذا ما بيحتاج لطاقه. هلا نيجي على السيل وول. السيل وول بيحكي لي الجرام نيجاتيف بكتيريا هاف اونلي ا فيو لايرز اوف بيبتيدوغلايكان. واحنا حكينا البيبتيدوغلايكان هو الاشي المكون للسيل وول، بالجرام نيجاتيف بيكون ثين، عشان هيك لون الصبغه، لانه الصبغه بتتركز على السيل وول ولانه هو ثين معناته اللون بيكون تاعها فاتح. نيجي على الجرام بوزيتيف. الجرام بوزيتيف حكينا لونها غامق. ليش لونها غامق؟ لانه كميه الصبغه اللي راح تتركز على السيل وول اكبر. ليش اكبر؟ لانه بيكون ثيك. اذا الجرام نيجاتيف السيل وول تاعه بيكون ثين، اما الجرام بوزيتيف السيل وول تاعه بيكون ثيك. او انه بنحكي انه الجرام نيجاتيف بيكون بتكون من فيو لايرز، اما الجرام بوزيتيف بتكون من سيفيرال لايرز. هاي اول نقطه. نقطه ثانيه بحكي لي ان اديشن تو بيبتيدوغلايكان، يعني بالاضافه للسيل وول، جرام نيجاتيف بكتيريا كونتين ان اوتر ممبرين كونسيستينج اوف لايبوبوليسكرايد وبروتين ولايبو بروتين. خلينا نروح على الرسمه. لا مش هاي، هاي شوفوا بحكي لي انه الجرام نيجاتيف بكتيريا بتحتوي على 2 سيل ممبرين، تمام. خلينا نركز هون شوي. الجرام نيجاتيف بكتيريا بتحتوي على 2 سيل ممبرين، بتحتوي على الانر سيل ممبرين اللي هو السيتوبلازميك ممبرين اللي هو هذا، وبتحتوي على واحد اوتر، تمام تمام. وبتحتوي على مين؟ على البيبتيدوغلايكان اللي هو السيل وول. عشان هيك احنا شو بنسميها؟ بنشبهها بالساندويش. ليش؟ لانه فياتها سيل وول و2 ممبرين. لهون تمام تمام. نجي نوصف الاوتر ممبرين. الاوتر ممبرين شو ماله؟ بحكي لي انه الاوتر ممبرين بتحتوي على ال بي اس. هاي ال بي اس اللي هي اللايبو بولي سكرايد، تمام. ايش هاي اصلا ال بي اس؟ هاي عباره عن اندوتوكسين بتكون موجوده في بعض انواع البكتيريا. اذا مره ثانيه نيجي على الاوتر ممبرين. الاوتر ممبرين ايش بتكون؟ شوفوا دقيق شوي. الاوتر ممبرين والانر ممبرين الاثنين فوسفوليبيد بايلير. هي هون فوسفوليبيد بايلير وفوسفوليبيد بايلير، وبرضه هون في بروتين وبرضه هون في بروتين، تمام. لهون تمام. طيب شو اللي بيختلف الاوتر ممبرين عن الانر ممبرين؟ حكينا انه الاوتر ممبرين بيحتوي على ال بي اس. ايش هالال بي اس؟ هي الاندوتوكسين. ايش هالاندوتوكسين؟ هاي بتكون عباره عن يعني ليبيد وبوليسكرايد، بيكون موجود على الاوتر ممبرين للميكروب، سوري للبكتيريا، ومش كل انواعها، شوي منها، تمام تمام. وبيحتوي كمان على هاي طبعا الاندوتوكسين، الاندوتوكسين هي ال بي اس. هاي البكتيريا، مش البكتيريا، خلايا المناعه تاعتي بتعتبرها انتيجين، فبتروح لما بتيجي بدها ترتبط، يعني لما تفوت عندي بكتيريا عليها ال بي اس، تمام. ايش الاشي اللي يعني مش الخلايا المناعه بتروح بترتبط مع الانتيجين؟ طيب مع اي جزء راح ترتبط هاي خلايا المناعه؟ مع اي جزء من البكتيريا راح ترتبط؟ راح ترتبط مع ال بي اس، لانه ال بي اس يعتبر كانتيجين. اذا مره ثانيه، ال بي اس اللي هي اللايبو بوليسكرايد اللي هي الاندوتوكسين، هي تعتبر كانتيجين بتعرف خلايا المناعه عليها. اذا خلايا المناعه مع مين بترتبط من البكتيريا؟ مع اي جزء من البكتيريا؟ مع الاندوتوكسين اللي هو ال بي اس، تمام. ومن ايش بتكون؟ وبتكون من بروتين، حكينا نفس الانر سيل ممبرين،
وبتكون كمان من لايبوبروتين. ايش هاي اللايبوبروتين؟ هاي مديه، هاي اللايبوبروتين من اسمها نيجي نحكي لايبو بروتين، يعني هي عبارة عن بروتين وليبيد. طيب نتذكر لو السنة الماضية شو أخذنا؟ أخذنا إنه في عندي نوعين من البروتين، عندي الترانس ممبرين بروتين، الترانس ممبرين بروتين بينقسم لشغلتين، بينقسم لبريفيرال ممبرين بروتين وبينقسم لانتجرال. الانتجرال حكينا إنه هو بيكون امبيدد في السيل وول كامل، في السيل ممبرين كامل زي هاي مثلا، تمام؟ اما الانتجرال بيكون بس شابك على الطرف. طب معناته هاي شو نوعها؟ انتجرال بروتين. طب هاي الانتجرال بروتين انه اسمها لايبو بروتين، اذا ضل عندي شو؟ ضل عندي ليبيد، تمام. اذا هاي البروتين الانتجرال البريفيرال بروتين، تمام، شابكه مع السيل وول. مش حكينا السيل وول هو من بيبتيدوغلايكان، والبيبتيدوغلايكان هي عباره عن ليبيد، معناته هاي الليبيد من هون وهي بروتين من هون صار لايبو بروتين. اذا شو بفرق الانر سيل وول عن الاوتر الانر سايتوبلازميك ميمبرين عن الاوتر سايتوبلازميك ميمبرين؟ اول شيء الاثنين فيهم فوسفوليبيد بايلير وبروتين، هي خلصنا من اول شيء. ثاني شيء الاختلاف الثاني انه الاوتر ميمبرين تحتوي على ال بي اس. ايش هاي ال بي اس؟ هاي لايبو بولي سكرايد. ايش اسمها الثاني؟ اندو توكسين، تمام. تمام، بتيجي خلايا المناعه بترتبط على هذا ال بي اس باعتباره انتيجين، تمام. طيب اذا بتتذكروا اذا حد درس الاميون الاولى انه الانتيجين، تمام، في منه نوعين البامب والدامب، وكان البامب من احد انواعه انه الاندوتوكسين او اللايبو بوليسكرايد في الجرام نيجاتيف بكتيريا، رجعوا لها في المحاضره الاولى. فهاي يعني تعتبر بامب اللي هي انتيجين، تمام. وحكينا بيفرق عنه يعني الاشي الثاني انه بيحتوي على لايبو بروتين. لنرجع للاشي اللي كنا نحكي فيه، هاي ان اديشن تو بيبتيدوغلايكان جرام نيجاتيف بكتيريا كونتين ان اوتر ميمبرين على عكس الجرام بوزيتيف. الجرام بوزيتيف ما عندها، كونسيستنج اوف لايبو بوليسكرايد ال بي اس اللي هي الاندوتوكسين اللي هي الانتيجين اللي بتعرف عليها خلايا المناعه، وبروتين حكينا انه الاثنين بيحتوي على بروتين وفوسفوليبيد ولايبو بروتين. ايش اللايبو بروتين؟ هو عباره عن بريفيرال بروتين شابك بالاوتر سيل ميمبرين مع الليبيد تاع السيل وول. هاي الجرام بوزيتيف، هاي هنا الممبرين وهاي البيبتيدوغلايكان، بس يعني بتتكون من سيل ميمبرين وبتتكون من بيبتيدوغلايكان وما في عليها سيل وول ثاني، ما في عندها اوتر سيل، تمام، اوتر ميمبرين. بحكي انه هي بتحتوي على لايبو تيكويك اسيد، وفي عندها تيكويك اسيد. هاي ضل بمي دقيقه شوي، هذا بس موجود في الجرام بوزيتيف بكتيريا. اذا شو اللي بيفرق ايش بتختلف جرام بوزيتيف بكتيريا عن جرام نيجاتيف بكتيريا؟ انها بتتكون بس من سيل وول واحد، بتتكون من سيل ميمبرين واحد، والسيل وول تاعتها ثيك، وكمان تحتوي على تيكويك اسيد. بتحتوي كمان على شو؟ على تيكويك اسيد. طيب نيجي على البكتيريا الجروث. البكتيريا الجروث مش معناه انه حجم البكتيريا رايح يكبر، لا، معناه انه عدد البكتيريا هو اللي رايح يكبر، تمام. تمام، طيب ايش المراحل اللي بتصير؟ اول اشي بصير في عندي دي ان اي ريبليكيشن، بتيجي بتضاعف الدي ان اي تاعها، تمام. بعد ما تضاعفه بتروح بتطول. اذا مره ثانيه عندي هاي بكتيريا واحده قررت انها بدها تروح تعمل جروث، شو بتسوي؟ بتعمل ريبليكيشن للدي ان اي تاعها. بعدين شو بصير؟ بتطول، هيها طولت، بعدين ببلش ينشا عندي سبتم، ببلش ينشا عندي حاجز، هذا الحاجز بيكتمل، لما بيكتمل بفصل البكتيريا لتنتين. اذا هيك نشا عندي تو ايدنتيكال بكتيريا عن الـ عن الـ عن البكتيريا الاصليه. اذا مره ثانيه اول اشي البكتيريا بده يصير لها growth، تمام. شو بتسوي؟ بتسوي DNA replication، بعدين elongation بتروح بتطول عشان بدها تقسم حالها لتنين، بعدين ببلش ينشأ عندي septum، بعدين هذا السبتم بيكتمل يعني بنفصل على الأخير وبتنشأ عندي two bacteria. نيجي هلأ على البكتيريا growth curve. لو نيجي نحكي شو مراحل نمو الإنسان، أنا كهيومان شو مراحل نموي؟ أول إشي بكون infant، بعدين شوي شوي بكبر بصير أحبي، بعد شوي بصير امشي، بعد شوي بصير اكل لحالي، بعد شوي بدخل الروضه، بعد شوي بدخل المدرسه، بعدين بدخل الجامعه، بعدين بشتغل، بعدين بختير، بعدين بموت، تمام. تمام، طب شو مراحل نمو هاي البكتيريا؟ اول شيء بحكي لي انه اللاج فيز، اول شيء لاج فيز، بعدين اكسبوننشيال فيز، بعدين استاشينري فيز، بعدين الديث فيز. مره ثانيه نعيدهم،
lag phase, exponential phase, stationary phase, death phase. طيب ايش بالنسبه لللاج فيز؟ ايش يعني لاج فيز؟ اللاج فيز هي المرحله اللي بتحضر فيها البكتيريا حالها عشان يصير لها ريبليكيشن. اذا مره ثانيه شو هي اللاج فيز؟ هي الفيز اللي بتحضر فيها البكتيريا حالها عشان تصير عندها جروينج وريبليكيشن. طيب الاكسبوننشال فيز من اسمها اكسبوننشال فيز يعني هيك يعني انه اشي تمدد اطاله، تمام؟ فهذا بدلني على انه عدد البكتيريا قاعد عم بزيد، معناته هي لما جهزت حالها باللاج فيز للجروث معناته بالاكسبوننشال فيز معناته صار لها جروث وعددها كبرت. طيب الاستيشنري فيز هي مرحله الثابته، يعني ايش يعني الثابته؟ معناته عدد البكتيريا نفسه ثابت. بعدين الديث فيز ومفهوم. طيب لو نيجي على الكيرف هذا ندرسه، تمام؟ اول اشي عندي هاي اللاج فيز، الاكسبوننشال فيز، الاستيشنري فيز، الديث فيز. رحت جبت بليت، تمام، الصحن اللي بنزرع فيه البكتيريا، اوكي، وحطيت فيه مواد غذائيه مثلا 10 ملي جرام. واذا حسيتوا الرقم هذا 10 مش منطقي يعني هيك انا بس حطيته مثال، تمام، وجيت حطيت 10 ملي جرام مواد غذائية إلها وكل شي بتحتاجه. أول إشي هي بتصير تحضر حالها عشان تنقسم، تمام، عشان يصير لها growth. طب بعدها بتبلش تستهلك من هاي المواد الغذائية عشان يعني يزيد أعدادها. أي إحنا خلصنا اللاج بما إنها حضرت حالها، بما إنه أعدادها بلشت تزيد معناتها إحنا بالإكسبوننشيال فيز. طب أعدادها بتزيد 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 للحظة معينة. طيب شو هاي اللحظة المعينة؟ هسا الأعداد كترت، تمام؟ تمام. والمواد الغذائية بلشت تستنفذها لأنه أنا حطيت لها بس مقدار 10 ميلي جرام. طيب لو نحكي إنه ضل عندي من هاي 10 ميلي جرام، لو نحكي ضل عندي 2 ميلي جرام، تمام؟ هلا في بكتيريات رح تبطل قادرة إنه تحصل على غذائها. ليش هتبطل تحصل على غذائها؟ لأنه في بكتيريات تانية قاعدة عم تهجم على الأكل وتأخده. كيف بأيام الحضر لما الناس تروح تهجم على المخابز وبضلهم لفترات طويلة قاعدين عم باخدوا خبز خبز، وفي بالآخر الناس بتزهق وبتروح، ومع إنه في خبز بالمخبز بس خلاص بدهاش خبز، يعني زهقت وروحت. فهون نفس الإشي، في شوية أكل ولكن خلاص هي ماتت، تمام؟ تمام. إذن الإكسبوننشيال فيز بيكون في بتصير هاي يعني بزيديات اعداد البكتيريا بتصير تستهلك المواد الغذائيه بكميات اكبر، بالتالي ما بضلش اكل الا شوي، فمحل البكتيريات اللي ماتت بتنشا بكتيريات جديده، فاعداد البكتيريات اللي بتموت بتساوي اعداد البكتيريات اللي بتنشا جديده، فزي كانه ما حدا مات، تمام؟ كيف لما نحكي سالب 5 زائد 5 يعني صفر، يعني زي كأني ما عملت إشي. فالبكتيريا اللي بتموت بنشأ مكانها بكتيريات تانية، وهاي البكتيريات التانية بتبلش تستنفذ برضو بالغذاء، بتستنفذ بالغذاء، بتستنفذ بالغذاء، للحظة إنه رح يبطل في عندي غذاء. رح تصير كل الظروف اللي حواليها اللي أنا وفرت لها إياها عشان تنمو رح تصير تقل 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 تدريجيا لحد ما هاي البكتيريات إنه تبطلت قادرة تتحمل النقص الغذاء ونقص الهواء ونقص المواد اللي أنا حطيت لها إياها عشان تنمو، وبتصير تموت تدريجيا. إذا عندي lag phase، exponential phase، stationary phase، death phase. lag phase معناته إن البكتيريا بتحضر حالها لحتى يصير لها growth. الاكسبوننشال فيز معناته انه البكتيريا والله شغاله وقاعده عم بيصير لها جروث واعدادها عم بتزيد. الاستيشنري فيز معناته المواد الغذائيه قاعده عم تنقص وعم بتموت، عم بتموت بكتيريا على حساب بكتيريا تانية، يعني بتموت بكتيريا بنشأ مكانها بكتيريا تانية، بتموت بكتيريا محل مثلا مات 5 بكتيريا بيعيش 5 بكتيريا تانية، مات 7 بكتيريا بنشأ 7 بكتيريا تانية. والديث فيز بتبلش المواد الغذائية يعني تستنفذ على الآخر والهواء والظروف اللي أنا وفرت لها إياها لحد ما يموتوا. طيب شو هي العوامل اللي بتأثر على نمو البكتيريا؟ في عندي التمبريتشر، البي اتش، السالينيتي، الاكسجين، النيوتريشن، الاوزمتيك بريشر. كل ما دول مرئين علينا، بس السالينيتي هي معدل الحموضه يعني ليفل اوف سولت، تمام. اذا مره ثانيه شو الفاكتورز اللي بتاثر على نمو البكتيريا؟ التمبريتشر اكيد، البي اتش، السالينيتي، الاكسجين، النيوتريشن، الاوزمتيك بريشر. طريقه ثانيه شو هي الظروف اللي بتعيش فيها البكتيريا؟ لكل بكتيريا في ظروف معينه بتعيش فيها، مش كل البكتيريات لها نفس الظروف. لو جينا على التمبريتشر، بحكي لي التمبريتشر is a major environmental factor controlling microbial growth، بحكي لي انه التمبريتشر
حتى الوحدة من هاي العوامل ممكن تأثر على نمو الميكروب. في بحكي لي في مصطلح اسمه الكاردينال تيمبريتشر. الكاردينال تيمبريتشر هو المينيمم والماكسيمم والاوبتيمم لكل بكتيريا لكل اورجانيزم. اذا مره ثانيه التيمبريتشر في لها معلومتين، ايش هما؟ انه هي الميجر انفايرومنتال فاكتور اللي ممكن تاثر على نمو الميكروب. ثاني شيء في مصطلح اسمه الكاردينال تيمبريتشر. الكاردينال تيمبريتشر هي تتضمن ثلاث مصطلحات، المينيمم والاوبتيمم والماكسيمم تيمبريتشر لكل كائن حي. يعني انا لو اجيت حكيت لكم في عندي بكتيريا معينة تمام بتعيش بدرجة حرارة من 20 لـ40، أعطيني الكاردينال تيمبريتشرز إلها. بحكي لك المينيمم هي 20 لأن أنا حكيت من 20 لـ40، معناتها المينيمم 20. طب الأوبتيمم شوي الماكسيمم 40 لأن إحنا حكينا من 20 لـ40. طب الأوبتيمم تكون يعني رقم بين 20 والـ40، يعني هذا مش رح يجي شيء مثل هيك، بس عشان نعرف المينيمم والماكسيمم. الأوبتيمم مثلا ممكن يكون 37، مثلا ممكن يكون 35. لو نيجي هون احنا شو حكينا؟ حكينا الكاردينال اللي هي عندنا اياها مينيمم والماكسيمم والاوبتيمم. لو نيجي على الاوبتيمم تمبريتشر شو بنلاقي؟ بنلاقي الانزيميتك رياكشنز بتكون في احسن حاله، بتكون اوكيرينج ات ماكسيمم بوسيبل ريت. يعني الانزيميتك رياكشن بتحدث باحسن فاعليه. تمام. لو نيجي على المينيمم رح نلاقي انه الانزيميتك رياكشن مش راح تكون مثل الاوبتيمال. الانزيميتك رياكشن شو بتصير فيها؟ اوكيرينج انكريزينجلي رابيد ريت. بحكي لي انه كل ما احنا زدنا المينيمم تمبريتشر باتجاه الاوبتيمال الانزيميتك رياكشنز راح تزيد. مره ثانيه، كل ما زدنا درجات الحراره، كل ما زدنا درجه الحراره المينيمم باتجاه الاوبتيمال الانزيميتك رياكشنز راح تزيد. يعني لو كانش عندي المينيمم 20 والاوبتيمم 40 تمام، كل ما ازيد هاي ال 20 باتجاه ال 40، يعني حكيت 25 27 29 30، بكل انزيماتيك رياكشن قاعده عم بتزيد. تمام. طيب ليش بالمينيمم والماكسيمم نمو البكتيريا بيكون اقل من الاوبتيمم؟ بحكي لي بالمينيمم لانه الممبرين بصير له جيلينج، يعني الممبرين بصير له متخثر، يعني بصير كيف احنا لما نسوي كستر صح بيكون في نشا، اذا ما ضلينا نحرك 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 بصير يكتل صح، هيك نفس الاشي بصير زي كانه مكون فوق بعض. فهذا الاشي ببطئ من حركة المواد اللي انا حطيتها عشان تساعد على نمو البكتيريا. تمام. مرة ثانية، اذا الممبرين بصير له جيلينج، عملية نقل المواد رح تصير بطيئة. طب نيجي على المينيمم على الماكسيمم، احنا بنعرف بزيادة درجة الحرارة فوق الاوبتيمم ببلش يصير في عندي بروتين دي ناتشوريشن. طيب لما يصير في عندي بروتين دي ناتشوريشن، طب ما اصلا السيل ممبرين معمول من شو؟ معمول من بروتين برضو، في بروتين. طب لما بده يخرب البروتين هذا برضو السيل ممبرين راح يخرب، وراح يصير في عندي ثيرمال لايسيس، يعني رايح يتحلل. واذا تحلل طبعا يعني مشكله كبيره انه الخليه تعيش بدون سيتوبلازم سيتوبلازم ممبرين، واصلا ما بتعيش هي بدون سيتوبلازم ممبرين. طيب في عندي مسميات تمام بصنف فيها البكتيريا حسب هي شو بتعيش. مثلا في عندي السايكروفيل. السايكروفيل معناته انه هي بتعيش في يعني انفايرومنت بارده، الكاردينال تمبريتشر لها من 0 لـ10، والاوبتيمم كم عندي اياها؟ 4. ضروري جدا نحفظ انه السايكروفيل من 0 لـ4 من 0 لـ10. تمام. نجي على مصطلح ثاني اسمه الميزوفيل. الميزوفيل يعني بتعيش بدرجه حراره متوسطه من 10 لـ45. هاي الميزوفيل، الاوبتيمم 39. نيجي على الثيرموفيل. الثيرموفيل بتعيش من درجه حراره 40 لمثلا 68، والاوبتيمم تاعتها 60. الهايبر ثيرموفيل، وهون برضو هايبر ثيرموفيل، بتعيش تقريبا من 65 مثلا لنحكي لحد 112 مثلا. تمام. فالهايبر ثيرموفيل معناه درجات حراره عاليه 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 كتير. اسماء البكتيريا هون حكى الدكتور ما نحفظها، ولكن نحفظ كل مصطلح حشو بدلني من الحراره. يعني الميزوفيل حكينا من 10 مثلا ل 45. تمام.
كيف بيجي عليها؟ مثلا بيحكي لك الميزوفيل، تمام، الاوبتيمم تمبريتشر لها 60، فانت بتكوني حافظه انه يعني متوسط الحراره تاعت الميزوفيل من 10 لمثلا 45. طيب من 10 ل 45 مش موجود فيها ال 60، فال 60 مش الاوبتيمم، فبتحكي له انه هذا الشيء غلط. نيجي على low or high pH. طيب هسه كمان البي اتش برضو بتتحكم في نمو البكتيريا. في عندي بكتيريات بتعيش على الوسط الاسيد، بنسميها اسيدوفيلز، يعني بكتيريا سوري مش بكتيريا، يعني مايكروب بحب الاسيد. هسه انا ليش حكيت سوري مش بكتيريا؟ لان احنا بنحكي عن المايكرو، عن الميكروبز بشكل كامل، ما مش مختصين في البكتيريا، تمام. فهي بتعيش بالاسيدوفيلز، وفي عندي مايكروبات بتعيش في الاوساط القاعدي، بنحكي لها الكاليفيلز، يعني بتحب الوسط القاعدي. بس يعني الموست اوف مايكروب بتحب تعيش في الوسط العادي اللي هو السبعه، مش العادي، المتوسط اللي هو السبعه. اذا مره ثانيه ايش تلخيص هذا السلايد؟ انه البكتيريا اما بتحب تعيش في الاسيد بنسميها اسيدوفيل وبتكون لو بي اتش، اما بتحب تعيش في الوسط القاعدي بنسميها الكاليفيل وتكون هاي بي اتش، والاغلب بيحب يعيش في الوسط المتعادل عند النيوترال بي اتش. هلا نيجي على المصطلح الثالث اللي هو السالينيتي. السالينيتي حكينا اللي هي الليفل اوف سولت، مستوى الملح. في بكتيريات بتحب تعيش في مناطق مالحه، في بكتيريات ما بتحب تعيش في مناطق مالحه، تمام. بحكي لي سام مايكرو اورجانيزمز هالوفيز، يعني بتحب تعيش في مناطق مالحه، هاف انفولد تو جرو بيست. بحكي لي انه يعني بتحب يعني البيست جروث الها انها تعيش في مناطق مالحه. At reduced water potential، يعني لما نقلل المي. And some extreme halophil even require high levels of salt for growth. يعني كلي إنه بعض الميكرو أورجانيزمز بتحب تعيش لما تكون كمية المي إلها قليلة. طب لما تكون كمية المي إلها قليلة معناته كمية الملح شو بتكون؟ بتكون أعلى، يعني بتحب تعيش في مناطق المي بيكون فيها قليلة عشان بتحب الوسط المالح. اما في بكتيريا في مايكرو اورجانيزمز لا، هي بتعيش على مستويات ملح عاليه جدا. طيب شو يعني كيف بنصنفهم؟ بنصنفهم لنن هالوفيل، يعني ما بتحب الملح ابدا. هالو توليرانت، هالو توليرانت معناته انه هي ممكن تعيش في وسط مالح ولكن مش البست الها، يعني مش البست جروث الها. يعني مثلا لو حطيتها في وسط مالح تمام ممكن تنتج لي 50 بكتيريا، لكن لو حطيتها بوسط بناسبها مش مالح لانها ما بتحب المالح ممكن تنتج لي 50,000 بكتيريا، فانه هي كان جرو بس مش البست الها، تمام. نيجي على الهالوفيل. الهالوفيل اللي حكينا بتحب انه المي تكون عندها قليله عشان تكون كميه الملح عندها اكبر، زي انه مثلا احنا لو نجيب مي، تمام، كاسه مي والمي اصلا فيها بيكون املاح وهيك، لو سحبنا منها المي شوي شوي تركز الاملاح عم بيزيد. هي نفس المبدا. عندي الاكستريم هالوفيل. الاكستريم هالوفيل بتحب تعيش لا بس على الملح، بتحب تعيش على الملح، على الملح. هسه سريعه هلا احنا وصلنا عند هذا السلايد، تمام. بس قبل هذا السلايد انا عملت هذا السلايد. هلا هون شو يعني شو ماله هذا السلايد؟ هذا السلايد بيحكي لي انه كيف البكتيريا بتعيش بناء على الاكسجين، او كيف الاكسجين بيتحكم في نمو الميكروب، تمام. هسا انا لما احكي مايكرو بكتيريا ما تتخيل بس بكتيريا، انا بكون قاعده عم بحكي عن كل مايكروب لان احنا لسه ما تخصصنا بشيء، تمام. هسا بدنا نصنف البكتيريا بناء على الاكسجين لا ايروبس و انيروبس وفاكولتيتيف و ايرو تولرانت انيروبس ومايكرو ايروفيلز. دكتور بصنفهم خمسة. هلا انا شو بدي اصنفهم؟ بدي اصنفهم لثلاث، تمام، بعدين بدي اصنفهم لخمسة. بس دقيقة هيك، تمام. ايش بدنا نصنفها؟ نصنفها لا ايروبيك اورجانيزمز، تمام، يعني بتحب الاكسجين وما بتعيش بدون الاكسجين. وبدنا نصنفها لان ايروبيك معناته انه ما بتحب الاكسجين واذا وجد الاكسجين بتموت. واخر شيء بدنا نصنفها لفاكولتيتيف. الفاكولتيتيف بدنا نحكي عنها انها هي مبلده، يعني في اكسجين بتعيش ما في اكسجين بتعيش، يعني مش فارق معها الاكسجين، تمام. تمام، نيجي على الايروبيك. الدكتور مصنفهم عند اللي عليها مربعات، تمام، هذا التصنيف النهائي اللي عليه مربعات. نيجي على الايروبيك. الايروبيك بتنقسم لا ايروبس وبتنقسم لا مايكرو ايروفيل ايروفيلز. شو معناه؟ معناته هاي الايروبز ما بتعيش الا بوجود الاكسجين، يعني مش هاي احنا صنفناها بتحب الاكسجين وهاي ما بتحب الاكسجين. نيجي على اللي بتحب الاكسجين. اللي بتحب الاكسجين كتير كتير شو بنسميها؟ ايروبز، تمام.
إيه معناته انه لو ما نوجد اكسجين هي راح تموت. طيب بتحب الاكسجين كتير، وهون بدنا نصنفها ما بتحب الاكسجين كتير. ما بتحب الاكسجين كتير مين هي؟ هذا فيديو تاني، مش عارف الفيديو الاول ليش انقطع، انقطع منها، مش عارف اذا راح اقدر اجمع ولا لا، بس نكمل. احنا بهذا السلايد انه نصنف الاكسجين، لا صنفناه لاشي بيحب الاكسجين واشي ما بيحب الاكسجين واشي مبلد. سواء موجود اكسجين او مش موجود اكسجين فهو عايش. نجعل الاشي اللي بيحب الاكسجين هي الاوربيك اورجانيزم، تمام، نقسمها لبتحب الاكسجين كتير كتير، بنسميها ايروبز، بتحبه كتير لدرجة انه لو ما نوجد هي راح تموت، ومنصنفها لبتحب الاكسجين بس شوي، هي من اسمها مايكرو شوي. ايروفيل معناته اللي بتحب الاكسجين، هي ايروبيك صنفناها بتحب الاكسجين، اذا مايكرو ايروفيل اللي بتحب الاكسجين شوي، يعني هي بتعيش في الظروف اللي بيكون فيها الاكسجين موجود بكميات اقل من الهواء. تمام لهون؟ تمام. نيجي على الاكسجين، اذا صنفنا الفاكولتيتيف حكينا انه وجود اكسجين وعدم وجوده ما بيأثر فيها. نجي على الان ايروبيك، الان ايروبيك هي اللي ما بتحب الاكسجين. في اشي ما بحب الاكسجين ابدا ابدا ابدا، يعني ما بتحبه بالمره، ما بتحبه كتير، اللي هي الان ايروبس وبس. تمام. نيجي على اللي ما بتحب الاكسجين شوي، يعني هاي ما بتطيقه ابدا، هاي بتحبوش شوي، مش زي هاي، هي اسمها ايرو توليرانت ان ايروبس، ان ايروبس. طب شو معناها هاي؟ هلا شوفوا، ايرو معناته الاكسجين، توليرانت معناته انه هي بتتعود على الاكسجين، ان ايروبس معناته هي يعني هي من الـ من الـ من الميكروب اللي ما بتحب الاكسجين وبتتعود على وجود الاكسجين شوي. تمام. تمام. مره ثانيه، اذا بنصنفهم الاكسجين بنصنفه لا ايروبيك اورجانيزم وفاكولتيتيف وان ايروبيك. حكينا بنصنفه لما بحب الاكسجين، ما بحب الاكسجين، موجود او مش موجود عادي. طب اللي بيحب الاكسجين بيحبه كتير وبنسميه ايروبس، بيحبه شوي وبنسميه مايكرو ايروفيلز، يعني بيعيش بهواء اقل من الهواء، بيعيش بكميه اكسجين اقل من الموجوده بالهواء. نيجي على الايروبيك، ما بيحب الهواء، ما بيحبه كتير اللي هي الان ايروبس، وما بيحبه شوي، ايرو توليرانت ان ايروبس. الان ايروبس معناته من البكتيريات اللي ما بيحبوا الهواء، ايرو توليرانت معناته بتتعود شوي على الهواء. تمام لهون؟ تمام. الاكسجين، الايروبس require oxygen to life whereas anaerobes do not and may even be killed by oxygen. فاكولتيتيف يعني بوجود الاكسجين بتموت. فاكولتيتيف حكينا organisms can live with or without oxygen حكينا. ايروتوليرانت انيروبس حكينا هيها اصلها انيروبس بتحبش الاكسجين، ولكن لو انوجد شوي صغيره حتى هي لو ما بدها تستخدمه ممكن تعيش. كان توليرانت اوكسجين، كان توليريت اوكسجين اند جرو ان اتس بريزنس ايفن ثو ذي كانت يوز ات. المايكرو ايروفيل زي هي اصلا ايروفيل وهي مايكرو، مايكرو يعني شوي، يعني ايروفيل بتحبه وبتحب الاكسجين، ومايكرو يعني شوي. Are aerobes that can use oxygen only when it is present at levels reduced from that in air. نيجي على اخر سلايدين، بحكي لي البكتيريا ميتابوليزم. طيب هسه احنا دائما بنسمع ميتابوليزم ميتابوليزم ميتابوليزم، طب شو يعني الميتابوليزم؟ تمام. بس عندي بصراحه انا يعني كانت تخطر لي، يعني بعرف انه في كلمه اسمها ميتابوليزم بس ما كنت اعرف معناها بالتحديد شو هي. فالميتابوليزم هي كل الرياكشنز اللي بتصير داخل الخليه. اذا مره ثانيه، شو يعني الميتابوليزم؟ هي السم of all chemical reactions in the cell، يعني كل التفاعلات الكيميائية اللي ممكن تصير داخل الخلية اسمها metabolism. طيب هل metabolism تنقسم لا catabolism وتنقسم لا anabolism. catabolism هي تفاعلات الهدم، الanabolism هي تفاعلات البناء. تمام. تمام. نيجي على الكاتابوليزم. كاتابوليزم بنقسمها تفاعلات الهدم، معناته هي بتقعد تكسر بمكونات، يعني بتقعد تكسر في التفاعلات. تمام. شو بحكي؟ بحكي لي substrate breakdown and conversion into usable energy. بحكي لي انها بتنتج لي الانرجي، انه هي رح تكسر ورح تنتج الانرجي.
بالنسبة للأنابوليزم طب كيف يعني مثلا خلينا على الكاتابوليزم، لو مثلا مسكنا بروتين وكسرناه للمونيمر تاعيته رح يعطيني شو؟ رح يعطيني نيوكليك اسيد، فانا هيك عملت عمليه تكسير. لو مثلا مسكت البوليسكرايب وكسرته رح يعطيني مونو سكرايب، فنكسر الاشي الكبير لاساسه وهذا الاشي بينتج لي طاقه. الانابوليزم لا، الانابوليزم كيف الليجو تمام، ونقعد نصير نركب في الليجو لحد ما نوصل لشكل معين. نفس الاشي، نمسك مثلا النيوكليك اسيد ونركبهم مع بعض حتى يعطيني بروتين. نمسك مثلا سوري البروتين الامينو اسيد اسف نمسك الامينو اسيد ونركبها مع بعض عشان تعطيني البروتين. نمسك الدي ان اي اللي نيوكليك اسيد نركبه مع بعض حتى يعطيني دي ان اي. اتوقع بالمثال اللي فوق انا حكيت النيوكليك اسيد عن البروتين، هي امينو اسيد. هاي الفاتي اسيد، نمسك الفاتي اسيد نكمشها هيك مع بعض حتى تعطيني ايش؟ ليبيد. النيوكليك اسيد حكينا تعطيني دي ان اي. بالنسبه للسيل وول، كيف السيل وول بيدخل في عمليات الانابوليزم؟ تذكر احنا حكينا انه النباتات والالجي بيعملوا عمليه البناء الضوئي، وعم بينتج من عمليه البناء الضوئي جلوكوز وطاقه، وهذا الجلوكوز عشان انا بستخدمه لحد حاجتي، والإشي اللي بزيد بروح بحوله لسليلوز. هذا السليلوز بيدخل في تكوين السيل وول. طيب يعني انا مسكت الجلوكوز تمام وعملت عليه عمليات عشان احوله لسليلوز اللي هو السيل وول، فهمناها تمام. هذا الإشي طبعا بيستهلك طاقه، فانا لما بدي احول الجلوكوز لسليلوز بدي استهلك طاقه. بكتيريا الجروث ريكوايرز ا سورس اوف انرجي، نمو البكتيريا اكيد بده يحتاج لانرجي وبده يحتاج لمواد اوليه. تو بيلد ذا بروتين، بحكي لي انه البكتيريا الجروث شو بتعمل؟ بتعمل انه بتصنع البروتين تاعها والستركشر والممبرينز. عشان تصنع البروتين تاعها والستركشرز والممبرين بدها ايش؟ بدها طاقه. That make up the structure and biochemical mechanisms of the cell. عشان تصنع وتحافظ على ال structure وال biochemical mechanisms هي برضو بتحتاج لطاقة. آخر شيء بحكي البكتيريا should obtain or synthesizes الأمينو أسيد الكربوهيدرات الليبيد as building block of the cell. بحكي لي إنه البكتيريا تمام لازم تحصل أو تصنع الأمينو أسيد والكربوهيدرات والليبيد تمام لهون تمام. طيب ليش الدكتور كاتب بكتيريا should obtain or synthesis؟ مش احنا حكينا انه البكتيريا بتعيش خارج الخلية وهي قادرة على انها تصنع غذائها وتعمل البروتين الخاص بها؟ طب ليش حكى obtain؟ طب synthesis ماشي، بس ليش حكى obtain؟ يعني وين تحصل عليه؟ بحكي لي في انواع من البكتيريا هي obligatory intracellular، في انواع من البكتيريا بس يعني مش مثل الجنرال بكتيريا انها بتعيش خارج الخليه وقادره على انها تعمل كل شيء خاص فيها لحالها بدون ما تحتاج لحدا. في انواع من البكتيريا obligatory intracellularly، معناه انه في انواع خاصه من البكتيريا بس بتعيش داخل الهوست سيل مثل الفيروس تمام، بس ان جنرال كلهم هم بيكونوا عايشين خارج الخليه، بس في شويه انواع هم obligatory intracellular. طيب ليش تستخدم الامينو اسيد؟ عشان تعمل شو؟ البروتين. ليش تستخدم الكربوهيدرات؟ غذاء. ليش تستخدم الليبيد؟ عشان مش الممبرين بتكون من فوسفوليبيد، عشان تستخدمه في تكوين الممبرين. واخر سلايد بحكي لي البكتيريا، يعني احنا حكينا انه في عوامل بتاثر على نمو البكتيريا، عوامل بتاثر عليها على عيشها او موتها تمام، يعني بتحكم في موتها. اما هاي العوامل هي متطلبه لعيش البكتيريا تمام. ايش هي؟ الكربون النيتروجين والووتر والانرجي سورس والفاريوس ايونز، يعني بتحتاج لكمان لايونات لحتى تنمو مثلا. مره ثاني ايش الاشياء المينيمم ريكويرمنت اوف جروث؟ هي الكربون النيتروجين الووتر السورس اوف انرجي واخر شيء الفاريوس ايونز. اسفه لو كنت سريعه بس كنت شرحت المحاضره بين محاضرتين فكنت الحق. يعطيك العافيه.